Can just we they ask the Mr. President Recep Tayyip Erdogan, please we stop, just stop the plane to don't come here, nothing else. They are not telling about nothing. Just we need, you see, the picture talk. You can see here. وبالعربي ليش الناس عم تتظاهر؟ الناس عم تتظاهر لانه طيب شان الطيران عم يقصفوا الطيران عم يقصفوا شيء مشان المجتمع الدولي كله المجتمع الدولي يشوف هالشيء اللي عم بصير وهالقتل وهالاجرام اللي عم بصير كل يوم اليوم 300 شهيد يعني مطالبه الحظر الجوي بدنا حظر جوي الشعب ودخله كمان هو ما في امان مرض جراثيم وسخ يعني كل شيء حياتنا هي كويسه هون